السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. النادي الأهلي وشادي حسين. لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل النادي الأهلي عن ضم اللاعب شادي حسين إلى النادي الأهلي، لكن ده خبر مؤكد. لكن أيضا رحيل اللاعب أحمد ياسر ريان إلى نادي سيراميكا أيضا خبر مؤكد، بيع نهائي يعني مش على سبيل الإعارة ممكن يرجع، لا الأنباء بتقول على إنه بيع نهائي. وأيضا انتقال اللاعب صلاح محسن مقابل ميسي، عاوز تعتبرها مقابل، عايز تقول كل واحد لوحده وقيموا الاثنين بنفس المبالغ مفيش مشكلة. لكن بعض الأنباء بتتكلم على إن كمان في اتنين لعيبة رايحين إعارة مقابل سعد ميسي، مصطفى ميسي وشادي حسين، وإلى جانب صلاح محسن وياسر أحمد ياسر ريان، وبعض بيقول لك كمان في مبلغ مالي. هذا كثير يعني، هذا غير منطقي وهذا مبالغ فيه، وهذا لم يحدث يعني، كله بيدل وبدل في هذا الشأن. لكن شادي حسين أنا قلتها قبل كده، مع احترامي لشادي حسين لاعب جيد، لكن زيه زي حسام حسن، زيه في لعيبة ما بتقدرش تحمل الضغوط إلا لو كان مفاجأة بقى، يعني وارد جدا شادي حسين يحقق مفاجأة. لكن أنا بتكلم في تقييمنا لشادي حسين وأحمد ياسر ريان. أولا أنا مع مجلس إدارة النادي الأهلي في أي شيء، لكن من حقي أقول رأيي، ومش من حق او مش او مجلس اداره النادي الاهلي مش ملزم انه ينفذ اراء الجمهور او المتابعين او المشجعين. يعني انت بتقول رايك وبتبدي اعجابك او زعلك من رحيل لاعب او اعجابك باستخدام لاعب، ده تمام مفيش مشكله يعني. لكن اقول للاداره دي تعملي ده وما تعملش ده، هي المسؤوله في النهايه، والجمهور هو اللي بيقيم نتيجه عملها بعد المده بتاعتها يعني. لكن بالنسبة لي قلتها قبل كده، وحتى بعد إتمام الصفقة بقولها، أحمد ياسر ريان كان بيلعب في سيراميكا كليوباترا مع شادي حسين، كان متفوق في نسبة الأهداف. أحمد ياسر ريان لما راح لعب في الدوري التركي في نادي بينافس على الهبوط، جايب أهداف من مصطفى محمد اللي بيلعب مع نادي جلاتا سراي، المفروض إنه أول أعلى نادي في الدوري التركي مع باشكتاش يعني. لكن انا كنت اتمنى، لو انت مش محتاجه، انا كنت اتمنى احمد ياسر ريان يكمل على فكره. وقلتها قبل كده، كل اللعيبه في الدوري المصري كلهم شبه بعض، مفيش اللعيب الفلتت زمانه او اللعيب المميز عن اللعيبه اللي عندك، فبالتالي رحيل اللاعبين من عندك واستخدام لاعبين اخرين هيعمل نفس القصه اللي حصلت قبل كده مع صفقات، سواء طاهر محمد طاهر، ممكن نشوف سعد مصير سعد ميسي زي طاهر محمد طاهر، شادي حسين زي حسام حسن وارد جدا، وممكن يتألق شادي حسين بيلعب على الطرف، عنده ميزه عن حسام حسن مثلا بيلعب مهاجم وبيلعب على الطرف يعني كجناح يعني، فممكن يكون افاده مثلا. لكن التقييم الفعلي هيكون من خلال مشاركته مع النادي الاهلي، وبيتحط تحت ضغط بتيشيرت النادي الاهلي، مباريات النادي الاهلي. لكن هننتظر وهنشوف. يعني ممكن نرجع تاني نقول عايزين نشتري احمد ياسر ريان بعد ما تألق مع نادي سيراميكا، وسيراميكا مش هيبقى يعني، ممكن يجي له عرض جيد بالاحتراف الخارجي لاحمد ياسر ريان، بتمنى له كل التوفيق. مش معنى غضبنا برحيل احمد ياسر ريان ان احنا نزعل الراجل شادي حسين، مع انتمائه اهلاوي وحابب نيجي في النادي الاهلي، مبروك لشادي حسين. لكن بصراحه احمد ياسر ريان راح، والفتره اللي فاتت البعض حاول يضرب فيه علشان لما يخرج يبقى عادي ما نزعلش عليه يعني. وانا كنت نقلت اخبار بتقول ان احمد ياسر ريان والله رافض يخرج للاعاره، عايزين تملعبوني انا مش عايزين تمشوني. احمد ياسر ريان طلع نفى هذا الكلام جمله وتفصيلا، قال لك مش انا اللي اتشرط على النادي الاهلي، يعني لاعب عارف قيمه وقدر النادي الاهلي، عكس مثلا ناصر ماهر، عكس اللعيبه اللي طلعت وكانت بتقول انا لو ما لعبتش مشيني وما تطلعنيش زي احمد حمدي مثلا، ناصر ماهر اللعيبه دي قالت كده، قال لك انا مش هطلع اعراض، عايز تخليني العب ما فيش مشكله، اديني فرصتي والعب، لكن عايز تمشيني طلعني بيع نهائي. مهاجم النادي الاهلي السابق اليو باجي انتقل من نادي الاهلي الى
نادي ميان الفرنسي دوري القسم الثاني، وما كملش موسم، ونادي بوردو طلب اللعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد تألقه مع إميان على سبيل الإعارة مع نية بيع. كل هذه الأمور إن شاء الله تصب في مصلحة النادي. لاعب جيد، لاعب محترم، مؤدب، ربنا يكرمه إن شاء الله. وفي النهاية القيمة المالية بتاعته هتعود على النادي الأهلي، لأن في نسبة بيع في عقده، أو نسبة من إعادة البيع للنادي الأهلي. محمد شبانة بيتكلم عن مرتضى منصور وبينتقد مرتضى منصور، ولنا وقفة مع قصة زيزو ومرتضى منصور وتصريحات مرتضى منصور. لكن فيما يخص كأس ليسيل وقطر وسفر أمير مرتضى وإشادة مرتضى منصور في بقطر، محمد شبانة اتكلم وقال إن أمير مرتضى منصور تم استقباله أفضل استقبال في قطر بشهادة والده مرتضى منصور. المفروض بقى ما نتكلمش عن ابو سنيده تاني، ما الراجل تمام التمام واتعاملته واتقابلته افضل. وهنا هقول حاجه تانيه، البعض بيتكلم عن ان ابو سنيده والله مرتضى طالع بيهاجمنا ومرتضى بيهاجم ابو سنيده. طب ابو سنيده لو بيضر بالزمالك وبيضر بمرتضى منصور مش هيعرضه مثلا هذا المبلغ الكبير 5 مليون دولار لشراء لاعب وخزينه الزمالك تستفيد؟ يعني كانوا ما خدوش لاعب يعني، وكانوا افادوا نادي الزمالك بهذه المبالغ الكبيره. ممكن مرتضى منصور يعمل لنا دول، عاوز يفضي يا عم نادي الزمالك وهو بيغري اللعيبه بالفلوس يا عم الحاج. كل شيء وارد مع مرتضى منصور. السؤال هنا ايضا فيما يخص الصحفي اللي كان طالب، اسمه محمد الضياصي تقريبا حاجه زي كده، كان طالب بمحاسبه النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب على اهدار مال عام، وقال لك 3 مليون في شهرين، 3 مليون دولار في شهرين لسواريز. هذا الكلام كذب. هذا الشخص وهذا الاعلامي اللي حاول يهاجم النادي الاهلي وهاجم النادي الاهلي بهذه الكلمات، قال لك نادي الزمالك بيرفض احمد سيد زيزو وانتقال احمد سيد مقابل 5 مليون دولار. يا بتاع الاقتصاد يا بتاع السياسه، ألا هذا يعني النادي الزمالك جايبه ب 150 ألف يورو ولا حاجة، لما يبقى يبيعه ب 5 مليون دولار ده مش إفادة لمصر؟ لما يكون بتاع الشأن المصري والسياسة والاقتصاد، هل أنت كده مبسوط ببقاء لاعب إنه ما يطلعش ب 5 مليون دولار؟ أنت لو بتاع اقتصاد لو حسبتها 150 ألف يورو أنت بتحسبها إيه؟ فلوس؟ يبقى أنت كلامك غلط. المفروض اللاعب يخرج عشان ده استثمار وفلوس دولارات داخلة، وفي ظل الأزمة اللي موجوده الحاليه يا استاذ يا بتاع السياسه. لكن سعادتك دي بقى مرتبطه، سعادتك يعني فرحتك مرتبطه لانك مشجع نادي الزمالك وفرحان ببقاء زيزو، مش فارق معاك الاقتصاد. لكن هنا من الناحيه الثانيه نضرب يعني، فهو اي كلام بيحصل واللي يقول لك انا قلبي على المصلحه العامه. وبعدين انا قلت للنادي الاهلي قبل كده وهنيته اي كلام. مرتضى منصور طلع في فيديو تم بثه على قناه نادي الزمالك وقال لك ان زيزو عايز يقعد مع نادي الزمالك ويكمل معانا في مباراتي الاخيره في الدوري. سالته انت عايز تمشي؟ قال لي انا عايز اقعد. فكرت عايز يقعد في الاستاد يعني، اتاري عايز يكمل مع نادي الزمالك مش عايز يمشي. وبعدين انتوا بتقولوا انا بقالي يومين بعقد صفقات مع الانديه سواء الاتحاد او الجيش او فيوتشر علشان نادي الزمالك، ده مناخ مش مناسب ل مش مناخ ده مناخ مش من افرض على زيزو، افرض يا عم الحاج ان زيزو قال لي عايز امشي، اكتفه غصب عنه، هو عنده شرط جزائي بعقده ب 40 مليون جنيه، لو جاب لي 40 مليون جنيه يمشي من غير ما اقول له تلت ثلاثه كام، اكتفه غصب عنه يعني. يا جمهور الزمالك لا تمشوا وراء لجان الاهلي. انا عايز افكر جمهور الزمالك ان لجان الاهلي اللي نشر هذا الخبر ميدو هو اللي قال عرض لا يرفض 5 مليون دولار، عرض لا يرفض، ده ميدو اللي اعلن كده بشكل واضح وصريح. هل ميدو اصبح من لجان نادي الزمالك؟ وهنا مرتضى منصور اتكلم عن ميدو وقال لك اصل ميدو قال وعلي عاد. ميدو سالني يا عم وانا جاوبت ان في عرض من ريان ولكن انا غير موافق على رحيله لان هدفي اسعاد الملايين. يعني ميدو اتكلم معاك، خد وده معاك قبل ما يكتب التويته. في الجمهور بيقول لي ميدو قال وعلي عاد، انا مالي ومال ميدو؟ ميدو سالني بس وانا قلت احنا مش موافقين على انه يمشي. ها طب مال ميدو افتكس وقال لك كده صعب او عرض صعب رفضه؟ المهم يا جمهور الزمالك اتعاقدنا مع احسن لعيبه في الطايره وفي السله وبتاع، ودلوقتي بقى خلصت من بن شرقي دخلنا في زيزو. يا جمهور ما تمشوش ورا الاهلي، هو فاشل في اختيار المدربين، ها
واحنا خدنا منه الدوري والكاس وخدنا منه كل البطولات، مع ايه علاقة الاهلي؟ ايه علاقة الاهلي بالقصة؟ ميدو زملكاوي وطلع خبر عن لاعب زملكاوي، انت ورئيس نادي الزمالك الزملكاوي طالع بتين في هذا الخبر، ايه علاقة الاهلي بالقصة يعني؟ قال لك جمهور الزمالك يفرحوا بالبطولات في كل الالعاب. لا هيمشي في حد من نادي الزمالك، ولو مشي الزمالك اهم مني ومن المدربين واللعيبه، مش معقول كل 5 دقايق حد يسالني. افرض عاوز يمشي انا وعنده شرط هقعده غصب عنه يعني، الزمالك مش هيقف على لاعب ولا عليا انا مرتضى منصور رئيس النادي حتى يعني. زيزو لاعب محترم ومحترف وعارف ان الزمالك عمل اسمه، الزمالك هو اللي صنع اسم زيزو واحسن لاعب وهداف. هل زيزو رد الجميل للزمالك انه يغير العتبه؟ على الاقل يا راجل ما تغيرش العتبه، والده محترم وبقول له بلاش تغير العتبه. ده الكلام اللي انا كنت قلته لحضراتكم في فيديو اليوم بخصوص خناقه، هي خناقه بمعنى التصريحات امام الزمالك. ما تصدرنيش للجمهور، كل واحد هيطلع دلوقتي يقول لك انا ماليش علاقه، اللي عايز يكمل يكمل ونقعد. وامبارح طلع ضغط والد زيزو قال لك تسريبات نزل احنا هنقعد، واحنا ما قعدناش ومفيش اي جلسه ولا في اي حاجه من هذا الكلام. ومرتضى دلوقتي بيقول زيزو لاعب واحنا اللي عملنا اسمه وي وي وي. هل رد الجميل يا زيزو انك تغير العتبه؟ لا ما تغيرش. وذكر والده تاني بقى بيقول لك ايه، بلاش تغير العتبه، والده محترم وبقول له. بيلبس والد زيزو، زيزو مع الجمهور وقال لك ايه، بنجيب احسن الصفقات وكل لما اسمي يترمي اننا هنتعاقد معاه يتقال وحش. طب اجيب لكم ميسي ولا محمد صلاح؟ مش ممكن كده يا جمهور نادي الزمالك. ده كان رد مرتضى منصور فيما يخص الانباء الخاصه بانتقال احمد سيد زيزو الى نادي ريال، مبلغ مغري 5 مليون دولار. ايضا الكلام على ان زيزو هياخد 10 مليون دولار في 3 مواسم، يعني ما يخرج من 200 مليون جنيه في عرض مغري جدا. هل زيزو هيضحي بكل هذه؟ طيب الزمالك لما يحب يمدد عقد زيزو ويلغي الشرط الجزائي، زيزو هياخد كام؟ يعني لاعب معروض عليه اكتر تقريبا يعني 65 مليون جنيه في الموسم الواحد، الزمالك يوم ما يديله هيديله مثلا النص 35 مليون مثلا. هننتظر وهنشوف. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.